الراجل العجوز لما شافها ندلها وقال لها انت بتعيطي ليه؟ قالت له انا تايهه ومش عارف اروح البيت. قال لها تعالي اركبي معايا العربيه وانا اوصلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. حلقتنا النهارده حلقه مميزه جدا، يا ريت الكل يتابعها للاخر. بس قبل ما نبدا حلقتنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان خاطر دايما يوصلنا كل جديد. حلقتنا النهارده هنكلمكم فيها عن قصه الطفله المخطوفه بحي بغوص التابعه لمحافظه الفيوم. الطفله اسمها نورين مصطفى محمود، عندها 8 سنين. في البدايه الطفله قالت لباباها انها عايزه تنزل تشتري هديه لعيد الام، لكن باباها رفض وقال لها اصبري شويه. الطفله قررت ان هي تنزل تشتري هديه عيد الام بعد ما باباها رفض وقال لها اصبري شويه. بدات ازاي تفكر، وهنا دقت ساعه الخطر. الطفله نزلت تشتري الهديه بالفعل من المكتبه، وبعد ما اشترت هديه عيد الام وهي راجعه تاهت عن البيت. الطفله بعد ما اشترت الهديه وهي مروحه مش عارفه تروح ازاي، بدات تعيط علشان خاطر مش عارفه ان هي توصل بيتها. الراجل العجوز لما شافها ندلها وقال لها انت بتعيطي ليه؟ قالت له انا تايهه ومش عارفه اروح البيت. قال لها تعالي اركبي معايا العربيه وانا اوصلك. الطفله نفسها مسكينه مش عارفه اي حاجه، ركبت على اساس ان هي رايحه في مصدر امن هيوصلها لغايه البيت. الطفله نفسها ما تعرفش ان الراجل بيخطط علشان خاطر ان هو يخطفها. وبالفعل الطفله ركبت معاه واخدها ومشي في احدى المساكن بحي المشتل. ابو الطفله لما لاحظ غياب بنته بدا ان هو يدور عليها في الشارع، وبدا يفرغ الكاميرات الموجوده في المكان علشان خاطر يحصل على اي خيط يوصله لبنته. وبالفعل حصلوا على فيديو لكاميرا بترصد لحظه ركوب الطفله في العربيه مع الراجل العجوز ده. اخذ الفيديو وراح عمل محضر، وبالفعل تمكن رجال المباحث من خلال تفريغ الكاميرات المحيطه بالمكان وتتبع خط سير المتهم لغايه ما وصلوا ليه. وتمكن رجال مباحث قسم سان الفيوم من القاء القبض على المتهم شعبان عنده 40 سنه بقياده المقدم محمد دابس رئيس المباحث. قبل ما ننهي حلقتنا بوجه رساله شكر وتقدير لرجال المباحث على سرعه تفريغ الكاميرات المحيطه بالمكان علشان خاطر ان هم يحصلوا على خط سير المتهم علشان خاطر ان هم يقبضوا عليه، وقبضوا عليه بحي المشتل. ونتمنى ان يكون في عقوبه قاسيه علشان خاطر يكون عبره لغيره. شكرا رجال مباحث قسم سان، شكرا المقدم محمد دابس. وبكده انتهت حلقتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.